سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم على بركه الله حنوري لكم كيفاش نديروا لي زاكسيسوار وديكورات شانيل. نبداوها بالباتيسري تاعنا، الكيكه تاعنا ولي كاب كيك. حندير لكم ديكور تاع شانيل سبيسيال بزاف، ان شاء الله تتبعوا معايا الخطوات بطريقه جد بسيطه. نخدموا ان ساك شانيل، نخدموا ان صندال بطاله اون بلوس الديكور تاع باتا سكر في لي كاب كيك تاع شانيل. نبداو على بركه الله. واش نحتاجوا البنات؟ نحتاجوا باتا سكر لون ابيض، نحتاجوا باتا سكر لون احمر. ديجا العام اللي فات خدمت لاير كيك شانيل تتها باللون الاسود عفوا، وخدمت باتيسري ولاد شفا وحجم عائلي باللون الاحمر. اليوم حندير كيكه شانيل باللون الاحمر والابيض. حاجه الاولى البنات، ونحتاج قلت لكم عجينه سكر حمراء، عجينه سكر بيضاء، مايزينا، شويه تيلوز. تيلوز البنات نديروه في الاشكال اللي واقفه، اشكال اللي واقفه باش ما طيحناش. الاشكال اللي تكون مبسطه كيما تغليف الكيكات، كيما الديكوراسيون تاع لي كاب كيك، ما نديروش تيلوز. بون الابيض حندير به ديكوراسيون تاع لي كاب كيك، حندير شكل طبيعي نورمال نطبعو، ما نديرولوش تيلوز. اما الاحمر اللي حنخدم به الساك ولا صندل شانيل ولا واحد ديكور تانيك لي زاكسيسوار تاع شانيل، حنديرلو شويه تيلوز. حلو العجينه هكذا تاعنا، دائما نديرو شويه تيلوز ينشفلنا عجينه السكر. دائما يسقسوني البنات ما هو الدور تاعو، نقول لكم ديما هو ينشف عجينه السكر وما يخليش الورود تاعنا ولا الاشكال تاعنا تطيح غدا من داك. هذه هي نعجنها، تبدا تلصق يدينا، نستعين باسكو هي سخانه، نستعين بالمي. فوالا تيلوس تاعنا ويتخلط بعجينه السكر، شوفوا التيلوز يبدا يتلاصق هكذايا، ونبداو نحطوه في ساشي كيس بلاستيكي ونبداو نخدمو تاع لي زاكسيسوار. دائما نقول لكم عجينه السكر اللي بقات ديروها في كيس بلاستيكي باش ما تهبسلكمش. الاولى اللي حنبداها البنات حنخدمو ديكور تاع لي كاب كيك، فوالا تاع شانيل. هذا هو شانيل، هذا هو لوسين تاع شانيل حنخدموه لو في البراسلي ديالي. في طاوله العمل نديرو لا مايزينا، نبداو نحلو عجينه السكر تاعنا البيضاء. بسم الله فوالا، نحلوها رقيقة شوية. فوالا غادي نوريكم خطوة بخطوة. راني حليت العجينة السكر، نحكمو هاد الطابع متوسط شوفو، ونطبع فوالا بشكل عادي. شوفو الدوائر فوالا. شكلت دوائر تاع لي كاب كيك، حندير لوسين تاع شانيل. شوفوا البنات اون روج كاش نديرو، طريقه جد بسيطه. نحكم ليدوي تاعنا لكن بشرط تكون اون دوي صغيره على دوي الثانيه، شوفوا باش نقدروا نخدمو. نبسطوا عجينه السكر اللون الاحمر كما راكم تشوفوا، درنا لها التيلوز، ندير دائره فوالا، خرجوها بسياسه، نزيدوا لا دوي صغيره فوالا. حنا واش نحتاجو؟ حنا ما نحتاجوش هاد الدائره اللي داخل، نحتاجو هادي. نسقموها مليح كيما راكم تشوفوا، نقسموها اون دو. ديما نسهلكم الامور،
بلا طوابع بلا والو، باش المبتدئات كيما يكونوش عندهم الامكانيات يخدموا ويفرحوا روحهم وحبابهم. شوفوا هادوما نقلبوا البنات، نقوصوا هدايا، نقوصوه هذا تاني كنقوصوه مليح ونديروه فوق خوه ونضغطو فوالا حتى نتحصلوا على لوسين تاع شانيل كيما راكو تشوفوا. شوفوا البنات لوسين تاع شانيل نرفدو متلاصقين دوكا باسكو هادي السكره طريه، نرفدو هكذا نديرو شويه لاكول اليمونتير الغراء الغذائي فوالا ونحطوه سياسة في وسط هاي لصقت في يدي فوالا في وسط هذيك الدائرة ونسيو نسقموه مليح ونضغطو بالعقل باش ما يطلقش اللون الأحمر على اللون الأبيض فوالا. شوفوا لوسين تاع شانيل هذه هي. زين نخدم معكم وحدة البنات باش تفهموا مليح. دائرة نحوها كما راكم تشوفوا، زيدوا دائرة تاع لادو صغير عليها فوالا، نحو الوسطاني نتحفوه مليح هكذايا نقسموه اون دو نغلقو مليح هكذايا بون نقلبها خير. نزيد المسو الثانيه فوقها، شوفوا البنات نضغط هنايا وحده فوق وحده باش يلصقوا ونسقم نرفدوها عفوا هذا هو المباشر نرفدوها نديروها فوق فوق هالديكوراسيون في الوسط فوالا. نحاولوا نسقموها مليح نكمل الليسين تاعي كامل ونولي لكم. انا كملت الليسين تاع الشانيل تاع لي كاب كيك. شوفوا كاش جاوا البنات، شوفوا كاش جاوا. دوكا حنخدم انسين كبير تاع شانيل باش نديرو فوق فوق الكيكه تاعي. فوالا دائما نعتمدو على مايزينا شوفوا البنات هذا هو الجل اللي نخدم به، ملون جامد ان جل كولورون جل بزاف شباب بزاف ملاح ان شاء الله تعتمدوا عليه. يعني ملي خير من صراحه خير من البودره خير من اكسيتيرا. نحكموا الطوابع البنات، شوفوا واحد شويه متوسط وواحد صغير عليه، نطبع دائره كما راكم تشوفوا هذا نستغنى عليه. نزيد طابطه صغيره نطبع بها فوالا. انا نسحق هدايا شوفوا كاش جاو، نقسمو كيما لدوك الصغيورين لي سين تاع شانيل ولصقو هكدايا فوالا. درنا شويه خشين باش نديروه فوق فوق لاباتيسري. نحطو ينشف البنات هكدايا، نقطعه بالباسو من المايزينا خليه محلول هكذا ونحط خوه تانيك باش نتحصل على اللوسين تاع شانيل الكبير. نضغط هنا فوالا هذا هو شانيل. بعد ما كملت الديكور تاع لي كاب كيك البنات وشانيل الكبير تاع تاع الكيكه، حنخدم معكم ان ساك شانيل. ساك شانيل البنات بويسك بويسك لاباتيسي الكيكه شكل جينواز، انا حنخدم ساك شانيل صغيور بالبنيون بالبنيون. ديجا البنات خدمت معكم وشاركت به في المعرض ساك شانيل بلا جينواز كبير اللون الاسود.
لقى صدى كبير الحمد لله. دوك البنات حنخدم لكم ساك شانيل بالبنيول. البنيول كما العاده كما عارفين نخدموه، درت كاس مكسرات، اي نوع من المكسرات عندكم، كاس فايتين، كاس نوات كوكو، كاس نوات كوكو، خلطتهم مليح، وكاس غير شويه قفريط، قفريط رحيته فتته مليح، طبيتهم بطوفيا كراميل ولا حبيتو شوكولاتة اختيني كيما تحبوا. تحصلت على هاد العجينه تاع البنيون كيما راكو تشوفوا، شوفوا متماسكه مليح، حكمتها مليح. دوك البنات حنشكل ساك شانيل بدون قالب بدون طابع، حنوري لكم كيفاش نخدموا ساك شانيل. شوفوا البنات حنديروا على شكل تحت مربع والفوق ان رون. اني نواسي العجينه تاعي تاع البنيون، بسم الله نحطها هنايا ونضغط الشكل تاعي. شوفوا الساك، شوفوا نضغط هنا، شوفوا السمك تاعو، السمك تاعو نضغط هنا مليح. فوالا نزيد هذه الجهه كما راكم تشوفوا. فوالا دوكا نحاول ندير ان رون هنايا، شوفوا غير بيدينا يتشكلنا الساك تاعنا. فوالا هكذا، وبالتالي اني تحصلت على الساك تاعي تاع بنيون. نسينا نخدمو مليح نتحفو. هذا هو الشكل تاعي تاع الساك البنات، شوفوا كيش درتو بالبنيون. فوالا تانيك البنات عفوا درت له مغرفه كبيره زبده مانغارين، نسيت ما قلت لكمش. اي بنيون ديروه تشكلوه، نحطو هكذا البنات، نديرو في الثلاجه يشد روحو شويه باش نقدروا نغلفوه بعجينه السكر. الساك تاعنا راهو يتكونجلا شويه باش يحكم روحو. دوكا حنخدم معكم ان تيوب روج اليف. هاد البني تاع لانيفيرسير تاعها اكدت لي قالت لي لي شانيل كلش تاع شانيل. فوالا تيوب روج اليف حنخدمو باتا سوكر نوار اي روج. فوالا هاد ديكوراسيون حنديروهم فوق الكيكه تاعنا. نعجن عجينة السكر مليح تانيك بدون قالب، نعجنوها مليح باش يتحاو دوك التشققات. فوالا هاهي شوفوا البنات بدون قالب نخدموها روج اليف. فوالا نثبتو القاعدة، نضغط حنا، شوفوا البنات نضغط مليح نخشنو، شوفوا بالعقل نضغط ونحبط، نضغط ونعبز لتحتها باش تخشان القاعدة تاعنا، ونضغط هنايا. فوالا شوفوا البنات كيفاش جا. هذا هو القاعدة تاع تيوب روج اليف تاعنا شانيل. دوكا ناخدو شوية عجينة السكر حمراء كيما راكو تشوفو البنات، دائما نعتمدو في الأسود نيفيتي و نيفيتي و المايزينا. نفس الشي نوسيها هكدايا، نشكل القاعدة، لازم تكون القاعدة نفس القاعدة تاع هادي السودة كيما راكو تشوفو البنات. شوفوا البنات لازم القاعدة هذه تجي سوا سوا مع القاعدة هذه. نواسو نجيبو الغراء الغذائي، خدمتو معكم التيلاز مع شوية ما، نديرو شوية هنايا ونحط الغوج على فتاعي. فوالا ونبدا نضغط باش يجي نفس الحجم. روج اليف ديالي نضغط هنا باش يجي كوم روج اليف، شوفوا كاش نضغط. فوالا نبوانتيه
اون دات ديكور بلا طابع. الروج الاف تاعي البنات شوفوا كشتا لا بوينت تاع الروج الاف هكذا نديروه فوق ال نقعد نسقموه حتى يتسلس هكذا نديروه فوق لاباتيسري تاعنا. دوكا البنات نغلفو الصاك تاعنا شانيل. راني حكمت عجينة السكر راني نحلل فيها السكر تاعي حليتها. دوكا نجيبو الصاك تاعنا تاع البنيون او شاد روحو نحطوه على ونغلفوه نغلفو الصاك شانيل تاعنا كيما راكو تشوفو. نحي الزوائد ناخذ لافهم ملاح تاعي. شوفوا البنات غير بالحواف تاع يدينا نخدمو الصاك تاعنا ونبداو نشكلو فوالا ونضغطو هكذايا. هذا هو الصاك تاعي تاع شانيل شوفو فوالا حطو هنايا شوفو كاش جا البنات. هنا شكل دائري ارون البنات تنحطوه هكذايا شوفو باش ما يفسدناش ونبدا نواسو الديكور تاع شانيل بهدية. الديكور تاع شانيل نحكمو بسم الله نواسو هكذا فوالا خطوط متوازية لكن مائلة. كاين تاني كاين رشام هكذايا نديروه يخرج لنا الديزاين تاع شانيل. مي انا ديما نوري لكم ما نقطعوش عجينه السكر البنات. شوفوا جوست نواسو خطوط كيما راكو تشوفوا نقرب لكم باش تشوفوا خطوط صغار. شوفوا اني نضغط مي بصح ما نقطعش عجينه تاع السكر تاعي. لو كان قطع يخرج البنيون تاعي فوالا. حتى نكمل الخطوط تاعي هكذايا نولو العكس العكس تاعها. خطوط البنات نديرو العكس تاعها نفس الخطوط ومتوازية. شوفوا البنات حتى نكمل الصاك تاعي. ثم اكيد بالنسبه للمبتدئات خدموا فوق طاوله العمل هكذا باش ما يفسد لكمش الصاك تاع الشكل تاع الصاك تاعكم. فوالا شوفوا البنات بنفس الطريقه ندير الجهه اللي من هيك المقروطات تاع الصاك تاعنا البنات. نحكموا هذه الاداه شوفوا اللي فيها هاد لا بوينت في شك تقاطع مستقيمين. شوفوا نضغط ندير ثقبه هكذايا نديرو ثغر هكذايا كيما راكم تشوفوا من العقاش. او دايما الصاك تاع شانيل تاعي نوسوهم كامل باش فوالا. دوكا هاد العقاش البنات شوفو كل تغر نديرو عقاشة فوالا. نركب العقاش تاعي قاع ونولي ليكم.
انا كملت البنات العقاش في الجهه هذه، مازالت الجهه الاخرى دوك نكملها. كي نكملوا نعملوا العقاش بهاد الاداه، كاين صغيره كاين كبيره، نبداو نضغطوا على العقاش تاعي باش ما يخرجش. البنات الساك تاعي كيفاش جا، نزيد نكمل من الجهه الاخرى. تاخذوا تقولوا بوشيت ولا ساك، حنيدوا اليد تاعو تانيك بشكل عادي، ندير زوج كريات، ندير زوج دوائر وين هربت لي. ها هي البنات شوفوا، نضغط هنا وهنا، نحكموا توجور شوفوا هاد الدوائر بهاد الأداة، نضغطوا هنا فوقهم فوالا، نضغطوا فوقهم البنات باش نقدروا ندخلوا اليد تاع الساك تاعنا فوالا. نضغط هكذا هكذا، شوفوا البنات نكبر هذاك الترو هذاك فوالا. دوكا تانيك نحكمو عجينة السكر بشي بطريقة عادية فوالا، نحبشها هكذا البنات، ونحاول نديرو شغل تفيرة، ندورو العجينة هكدايا فوالا. شوفوا البنات باش ندخلو اليد تاع الساك تاعنا، نضغط مليح نحاول ندير اليد تاع الساك تاعي. هاهي البنات دوك بالتيلا ستي بالسنة وتنشف، هذا هو الساك تاعي. نزيد ندير له لوسين شانيل، شوفوا الساك تاعنا البنات اليد تاعها جاتني اون ايدي، درت لها بوشون تاع قرعة سعيدة فوالا. شوفوا البنات جوست باش تشد لنا اليد تنشف لاباتا سويك، نحوها دوكا. حل الساق لوسين شانيل بيان سور بلا كولا ليمونتيغ، لوسين تاع شانيل في وسط الساك فوالا. هذا هو الساك تاعي، مجرد افكار يجونا دي زيدي نكونو نخدمو باش تشدنا الحاجه. هذه هي لو كان ولي اللمسه الاخيره تاع الساك. واش نواسو البنات، لاول مره حنخدم معكم، مره حنخدم معكم دوغي ميتاليك، اليوم حنخدم معكم ارجون ميتاليك نفس الطريقه، مره حنخدم معكم ناكخي دوري، دوكا حنخدم معكم بناكخي بلون ولا ارجون. ندير كميه شويه كما راكم تشوفوا نفس الطريقه فوالا، ونخلط بالبانسو. انا حابه نلون لوسين تاع شانيل ديت تاع الساك والشانيل فوالا. بسم الله تجي صعيبه شويه فوالا، باسكو الروج في الروج ما يبانش. روحوا بالسياسه البنات باش ما يتوسخ لكمش الساك تاعكم. فوالا باسكو درت العقاش في البلون يبان لي السين صبغوا نزيد البنات تغلو توك تاع اليديده هادية هداك البوشون جوست ان اني قصتها ديجا. نجيب بانسو صغير شوية فوالا،
هذا هو الساك تاعي تاع شانيل. شوفوا البنات راح نديرو فوق لا باتيسري، مثل ما نشفليش اوج الاف لوسين شانيل تاع لي كاب كيك. دوكا نروحو لا سانديل تاع لا باتا سكر. دوكا ندير اللمسه الاخيره تاع اوج الاف تانيك البنات، او نشفلي بالبلون ميتاليك هدايا، جوست لمسة في تيوب. كملنا الساك تاعنا اهو اكوتي، دي لي زاكسيسوار تاع شانيل اكوتي، تيوب روج الاف. حنخدم معاكم مي صندال مالفا، صندال نخدمها معاكم بدون طابع بدون قالب بدون اي شيء بيدي، خدمتها ديجا معاكم في الكيكه تاع شانيل. اليوم جبت لكم جديد البنات، شوفوا هاد الطوابع هذوما ومازال ما حليتهمش، حنسيهم معاكم مباشره بدون اي تقنيات او تقيدات. شوفوا يدير 34500 بزاف شباب، نخدموا به اون صندال بصباط طالون. شوفوا البنات شوفوا الخطوات كيفاش نخدموا، حنحلوا معاكم. هادو هما، هادي لا سيمال، هذا الطالون، هادي السبته تاع لا صندال، هادو هما تانيك، هادو ما نشدو بهم السبته والطالون. نروح نغسلهم ونعقمهم ونولي لكم. تاع الصباط تاعنا انا حنديرو باللون الاحمر، فوالا توجور نعتمدو على مايزينا كيما راكو تشوفو. نحاول نحلها بشكل طويل. شوفوا البنات يعني نحل العجينه تاعي، نديرها فوق هذيك اللي تشكلنا لا سومان، نضغطو مليح. كي نضغطو مليح نحاولو نحل الحواف. فوالا شوفوا كاش يتنحاو. هاد القالب جدو بسيط. فوالا اني نحيت لا سوميل تاعي، ننظفها من المايزينا، عفوا. شوفوا لا سوميل كاش جات شكلها. نحاول نخدم هذوك الزوائد كيما راكو تشوفوا باش تجي متحوفه الصندلة تاعنا. نحطها اكوتي، هذه هي لا سوميل تاعنا. شوفوا البنات فيها حتى الخطوط هذوك، توجور نحاولوا نطفوها. فوالا شكلت لا سوميل. دوكا حنشكل طالون. شوفوا البنات عندي زوج قوالب، راني نعمر فيهم بشكل عادي. شوفوا البنات فوالا، نعتمدوا دائما على الفارينة المايزينا عفوا. شوفوا نلصقوا القالب كيما راكو تشوفو باش نخدمو لي طالون تاع نحو الزوائد. شوفو البنات نزيد نحي الزوائد هنايا. فوالا باش يجي طالون شباب. الله الله طريقة جد سهلة وأول مرة راني نديرها البنات معاكم. فوالا نضغط مليح ونحول نحي الطابع، نحلوه بالعقل. سيت نحلو البنات جاني شوية صعيب، راح نحلو معاكم بالعقل باسكو أول مرة.
هو الطالون تاعنا البنات، نحاول نطفو. الطالون تاعي البنات شوفوا كاش جا كي خرجتو من القالب. فوالا هذه هي لا سيمال تاعي. عندنا مع القالب هاد البونج اللي نحطو عليه الطالون باش يشد روحو. فوالا كيما راكو تشوفوا ان شاء الله يكون واضح. شوفوا البنات نديرو الغراء الغذائي. انا خدمتو بتيلوز فوالا باش نثبت فوقو لا سيمال تاع الصباط ان شاء الله يكون واضح. شوفوا البنات تقدروا ديروا اي لون تحبوه، تبتوا مليح. هذاك لي بونج يحافظ لنا على شكل الحذاء. شوفوا كاش جا الطالون مع لا سيمال تاعنا. سي نديروها سوا سوا فوالا. اظن راهو واضح. لا سيمال هادو ما تخلصوا منهم. دوكا حنواسو السبتة تاع لا صندل. هذا هو الطابع وهذا اللي يواسي نحكم عجينة السكر نفس الطريقة. نحلها شوية برك كيما راكو تشوفو. ديروها شوية خشينة نحطها لداخل. فوالا ونحكم الدوزيام تاعو ونطبع البنات. كي نطبع نحيز نعبز مليح نضغط مليح نحي الزوائد. شوفوا تقطع وحدها فوالا نضغط مليح فوالا. هذوك الزوائد كاع نحوهم. شوفوا نحاو فاسيلمون. نحي الطابع تاعي بالعقل. شوفوا البنات نحوه بسياسة. أنا نسيت ما درت المايزينا سي بوغ سا ويلصق لي شوية. فوالا سي نسقمها. هذا هو الشكل تاع الصندل تاعنا. شوفوا هاد البونجة تانيك داروها لنا باش نحكمو لا فورم. فوالا نحكمو لا فورم تاع الصندل تاعنا. فوالا هادي نديروها هنايا. وها هادي البنات ضروري نخلوها تنشف باش نلصقوها فوق الصندلات تاعنا هكذايا. دوكا نولو لسباتي البنات. هادو هما السباتي تاعنا. كاين تاع لي تشد الرجل وكاين شبح تاع الرجل. هادو تاني كنتخلصو عليهم. زوج حربوشات هكذايا نديروهم مرقاق. فوالا نحاولو نديرو شوية مايزين لداخل. نمشي عجينة السكر هكذا في الصيف بزاف عجينة السكر تعي شوية. فوالا نحي الزوائد. شوفوا البنات نحاولوا نحو السبتة بالعقل بسياسة. نحيها بالعقل. فوالا هذه السبتة تاعي. نزيد التانية. أنا لصقت السبتة هذه البنات بالغراء الغذائي. شوفوا البنات
نأكد عليها تكون واقفة، نكاليوها بكش عفسة هكدايا، نولو لهداك أو يبسلنا البنات، نديرو الغراء الغذائي نرفدوه بكل سهولة، نديرو الغراء الغذائي هنا فوالا، ونحاولو نخدمو الصندلة تاعنا. بسم الله فوالا الصندلة تاعي، نحاول ندحفها فوالا. شوفوا كاش جات، بيبان الحذاء تاعنا. شوفوا البنات شد لي بزاف من وقتي فوالا، درت البنات هكذا شغل حرب وش هكذا تاع باش نواسيل السبتة تاع الصندال لا كول اليمونتيغ هنا شويه، ونحطها فوالا. شوف هذا هو الحذاء تاعي تاع شانيل، ندلو لي غوتوش الاخرين اللمسه الاخيره. دوكا البنات بعد صبابع نخدم اون بتيت فلور، اون فلور صغيره فوالا، جبتوها بسم الله هي طاحت لي. كملت الصندل تاعي، حنواسي اللمسه الاخيره هاد لي تري فوالا، حنحاول نصبغهم كيما راكو تشوفو. نزيد تري دوزيام نزيد طروازيام فوالا. راني كملت الحذاء تاعي بعجينة السكر، شوفوا كاش جات البنات تاع سندريلا. ندير التوشة هنايا فوالا، هذا هو الشكل النهائي تاع لي زكسيسوار شانيل اللي حنديرهم فوق الكيكه. شوفوا الصندله كاش جات، ساك شانيل تانيك هلا، توب روج اليف لوسين تاع شانيل اللي حنديرو تاني فوق الكيكة تاع لي كاب كيك. ان شاء الله البنات تبعتوا الخطوات، طريقة صنع ساك بعجينة السكر وحذاء وتوب روج اليف لتزيين الكيكات. ولا تعجبكم الفيديو ديروا لايك وابوني للقناة ديالكم، وبكم استمر. سلام البنات.